سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الأعزاء إلى حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحافة، والذي نسلط الضوء فيه على ما جاء في المواقع الإلكترونية وفي الصحافة العربية، ونستعرض بعضا من مقالات الرأي والتحليل ومنشورات ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. والبداية من عناوين الموقع اليمني المصدر أونلاين. المصدر أونلاين: الحكومة اليمنية تعلن السماح بتسيير رحلات جوية من وإلى مطار صنعاء بدءا من فبراير المقبل. جريفيث يجدد دعوته أطراف النزاع في اليمن لخفض تصعيد العنف والوفاء بالعهود. نجاة إمام مسجد الفيوش من محاولة اغتيال نفذها مجهولون بمديرية تبن في محافظة لحج. مسلحون يقتحمون مخزنا لبرنامج الغذاء في حجة وينهبون 127 طنا من المساعدات. فاطمة من حلم العودة إلى منزلها إلى الحلم بمخيم بديل يحتويها. نازحو الخانق فصل جديد من التغريبة اليمنية. السفير البريطاني مايكل آرون يدعو إلى اتفاق يمني شامل ينهي الحرب. الصحوانت: الحوثيون يقتحمون مخزنا لبرنامج الغذاء في حجة وينهبون 127 طنا من المساعدات. استشهاد طفلة وجرح 4 آخرين بقصف حوثي استهدف حيا سكنيا غرب تعز. الخارجية: رحلات جوية من صنعاء لنقل مرضى الحالات المستعصية. جريفيث يجدد دعوته لخفض التصعيد في اليمن. ميليشيا الحوثي تحرق منزلا في إب. وكالة سبا: استشهاد طفلة وإصابة 3 من أسرتها بقذيفة للميليشيا وسط مدينة تعز. تحالف دعم الشرعية: انطلاق جسر جوي لنقل المرضى والحالات العلاجية المستعصية من اليمن إلى القاهرة وعمان. الخارجية: رحلات مباشرة لنقل مرضى الحالات المستعصية من صنعاء إلى القاهرة وعمان ابتداء من فبراير القادم. منظمات المجتمع المدني بتعز تدين استهداف الميليشيا للمدنيين. تعيين اللواء الركن أحمد حسان جبران قائدا للمنطقة العسكرية 7. مركز الملك سلمان يسلم مكتب الصحة بالبيضاء معدات طبية. الخنبشي يشيد بجهود هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية في حضرموت. اليمن تشارك في ورشة عمل حول التحقيقات والملاحقات القضائية بالقاهرة. اختتام دورة تدريبية في الصحافة الحساسة للنوع الاجتماعي بمأرب. سهيل نت: جلسة مغلقة في مجلس الأمن الدولي حول اليمن غدا. الحديدة: الفريق الحكومي يسلم رسالة إلى جهة تتضمن عدة مطالب. قرار جمهوري بتعيين اللواء جبران قائدا للمنطقة العسكرية 7. قائد محور بيحان: إنهاء ميليشيا الحوثي يحتاج إلى إعادة ترتيب الصفوف. رئيس الوزراء: الحوثي يسعى لإطالة أمد الحرب وتخفيف الضغط على إيران. تقرير حقوقي يوثق 756 انتهاكا حوثيا خلال شهر وإب تتصدر القائمة. شهداء وجرحى في قصف حوثي على سوق غرب تعز. قتلى وجرحى حوثيين بنيران الجيش بقانيا بالبيضاء. سبتمبر نت: وكيل أول محافظة تعز يتفقد جرح الجيش ويشيد بتضحياتهم. تعيين اللواء الركن أحمد حسان جبران قائدا للمنطقة العسكرية 7. مصرع عدد من عناصر الميليشيا الحوثية بنيران الجيش في جبهة قانية. قوة الجيش تحقق تقدمات ميدانية جديدة غربي تعز. رئيس الوزراء يجري اتصالين بمحافظ البيضاء وقائد محور بيحان لمتابعة التطورات الميدانية. المنطقة العسكرية الأولى تناقش الجاهزية القتالية لأحداتها. ومن المواقع الإلكترونية اليمنية إلى الصحافة العربية، والبداية من الوطن السعودية. الشرق الأوسط: الجيش اليمني يخوض معارك كسر عظم في 5 محافظات. تقهقر حوثي في نهم والجوفة البيضاء وهادي يشيد على استكمال التحرير. المبعوث الأممي إلى اليمن يدعو لخفض التصعيد. اتهامات للحوثيين بارتكاب 756 انتهاكا خلال شهر. العربية نت: اليمن، مقتل طفلة وإصابة 4 مدنيين في قصف حوثي على تعز.
التحالف يطلق جسرا جويا لنقل مرضى اليمن للعلاج بالخارج. اليمن جريفيث يجدد دعوته لخفض التصعيد في اليمن. رئيس حكومة اليمن بليشي الحوثي ترتهن لأجندة إيران. اليمن 765 انتهاكا حوثيا ضد المدنيين خلال شهر. نزوح أكثر من 6000 يمني جراء القتال شرق صنعاء. مقتل قيادين حوثي ومرافقيه، والميليشيا تستهدف أحياء سكنية. إلى مقالات الرأي والتحليل، والبداية من مقال نشره موقع الصحوانيت للكاتب سليم بن عبد العزيز، تحدث فيه عن دروس معركة نهم التي قال عنها إنها تأخرت. إن انفصال الحقيقة السياسية عن الحقيقة العسكرية كما تجلت في أحداث معركة جبهة نهم الأخيرة فيما يخص الجيش الوطني اليمني والتي لا تزال على أشدها حتى اللحظة، هي من جعلت الحوثية في موطن قوة رغم الهشاشة والضعف التي يعتريها. ذلك لأن الحوثية لا تخضيع مجالها العسكري الميليشاوي للحسابات السياسية، بل إن الحوثية ذاتها كحركة تمرد وميليشيا تعتمد بشكل أساسي وفاعل على مجالها العسكري، أي أنها سياسيا واجتماعيا وحتى اقتصاديا نتاجا لتلك العدة الحربية، لذا توليه كل اهتمامها، حيث هي بدون شوكتها الحربية لا شيء تقريبا، خصوصا وأنها من خلال ذلك أصبحت لاعبا وقحا في المجال العام السياسي والاجتماعي والعسكري. وهذه الشوكة والقوة والنفوذ والتحكم في عاصمة اليمن هي من جعلتها تخترق المجال السياسي والاجتماعي وليس العكس. بينما انفصال الحقيقة السياسية عن العسكرية لدى الجيش الوطني والشرعية اليمنية ككل، قوى وأحزاب ومجتمع ودولة، هي من أضعفت الروح المعنوية لدى الجيش حتى ولو كانت معنويات مرتفعة أصلاً. فالإهمال المتعمد لدى القيادات السياسية للدولة والحكومة والسلطة برمتها يجعل من الجيش الوطني ومعاركه المصيرية خاضعة لأهواء وحسابات وعلاقات سلطوية، ناهيك عن جعلها خاضعة لعلاقات تلك القيادات السياسية البينية وحساباتها من جهة أخرى، وصولا إلى الظروف الصعبة التي يعمل فيها الجيش الوطني ومنازلته للحوثية في أكثر من جبهة تعزز من كلفة المعارك تلك ومحاصرة الجيش وفقا لتلك الإرادات المشتبكة والمتشابكة معا، والتي لها حسابات خارج دائرة الفعل العسكري الوطني ذاته. الأمر الذي يضفي على معارك الجيش الوطني وتحركاته، ناهيك عن إدارة المعارك تلك روحا سياسية مفارقة ولا محايثة لما هي عليه حقيقة المعارك ابتداء، وذلك من خلال شد المعركة العسكرية إليها حيث يجب أن تبدأ وتنتهي بها وإليها، أي أن حسابات معركة الحوثية ومنازلتها للجيش الوطني خاضعة بالكامل لجانبها العسكري، وعلى ضوء ذلك تتحدث سياساتها وتجيش المجتمع وعلاقاتها داخليا وخارجيا مرهونة به وعليه، بينما الحسابات السياسية الشرعية غير منشدة إلى ما سيحرزه الجيش واستثمار ذلك سياسيا واجتماعيا وطنيا وعلاقات بينية وخارجية، بل إن خوضه المعارك تلك مرهون بتلك الحسابات السياسية وعلاقاتها الخارجية والداخلية وليست نتيجة لهذه المعركة أو تلك. وبالتالي فإن الحسابات السياسية الخاطئة هي من تجعل معارك الجيش الوطني خاطئة وخاسرة بالضرورة، وصولا إلى خسرانها مواقع وموانئ وخطوط إمداد وحركة واهتزاز ثقة جد مهمة محصلة لكل ذلك. وعليه فإن إخضاع الحقيقة السياسية في الشرعية للحقيقة العسكرية هو المدخل الصائب والصحيح، أو على الأقل موائمتها، ليس لتصويب تلك العلاقات المختلة سياسيا وعسكريا فحسب، بل ولإضفاء الروح المعنوية والوطنية عليها وانتصار الدولة والشعب على تلك الميليشيا المتعفنة، إضافة إلى الوحدة والتوحد في مثل هكذا معارك شعبيا ورسميا سياسيا وعسكريا أمنيا واجتماعيا أيضا. إلى موقع يمن نيوز والذي نشر مقالا للدكتور ياسين سعيد نعمان الذي تحدث فيه عن الحوثي الذي قال عنه إنه يتخبط. يتخبط الحوثي بحثا عن مسوغ سياسي أو قانوني أو أخلاقي للمأساة التي أغرق فيها اليمن، فيتوه في تهويمات لا تلبث أن تكشف حقيقته كمخلب
لمشروع إقليمي خطير لن يستطيع الحوثي بما أقدم عليه أن يبرر حجم الخيانة التي ارتكبها بحق اليمن، ولذلك فإنه لن يجد غير طريق الحرب سبيلا لتكوين معادلات تفوت فرصة محاسبته على ما ارتكبه من خيانة، وهو في هذا لا يتورع عن مواصلة الزج بالآلاف من الأطفال والشباب إلى محارق الحرب بطيش يتجاوز الوصف مثل ما حدث خلال الأيام الماضية، وكم كان الحال مروعا ومؤلما، وبعض المقاتلين في جيش الدولة يصف المشهد في مفرق مأرب الجوف بكلمات عبرت عن أخلاق لم ولن يستوعب الحوثي مضمون ما حملته من رسالة. الإصرار على مواصلة الحرب ورفض فرص السلام هو تأكيد على السير وفقا لمنهج غرائبي يتشكل خارج القوانين الموضوعية التي تتكون بموجبها قواعد الحياة السياسية التي من شأنها وحدها أن تحقق الاستقرار في اليمن. وأهم هذه القواعد هي أن اليمن لن يستقر إلا بقيام دولة المواطنة، لذلك فإن الحوثيين يعملون بكل قوة على تخريب القواعد المنشأة لهذه الدولة، ويرون في منهج الحرب وسيلة لتحقيق ذلك، غير مدركين أن هذه القوانين تعمل في الاتجاه المعاكس لمسارات منهجهم الغرائبي، وأن كل ما يساعدهم على تمييع التفعيل الإيجابي لديناميات هذه القوانين هو أن مقاومة المشروع الحوثي يجب أن تتأسس على قواعد بناء دولة مواطنة، وأن على قوى هذه المقاومة كافة مغادرة الالتباس الذي يترك مفهوم الدولة مكشوفا على كثير من الاحتمالات التي لم تستقر بعد عند المواطنة. سيهزم مشروع الحوثي بكل تأكيد، لأنه مشروع حرب لا مشروع بناء، فمهما بدأ أنه ينتصر هنا ويخترق هناك فهو ليس أكثر من محرك غارات لا هدف لها سوى تمزيق فرص السلام وإبقاء اليمن رهينة الوضع المضطرب في المنطقة لاستخدامه وقت اللزوم في التسوية التي ينشدها نظام إيران. إلى الكاتب محمد دبوان المياحي، والذي كتب منشورا على صفحته في الفيسبوك تحدث فيه عن المتساقطين في منتصف الطريق قائلا إنهم لا يصلحون إطلاقا للمهمات الصعبة. المتساقطون في منتصف الطريق لا يصلحون للمهمات النضالية الكبرى، الذين تخيفهم أهوال الكفاح الطويل لا يصلحون لمعارك التحرير المفصلية في تاريخ الشعوب. الرومانسيون ذو الأمزجة الرخوة، أولئك الذين ينهزمون عند أول منعطف للنضال، ما كانوا صالحين للمواجهة منذ البداية. لا بأس أن تعبروا عن حزنكم، كلنا منكسرين، لكن ثمة فرق بين أن تحزن على خسارة عابرة وبين أن تنفخ الهزيمة وتضخمها وتصور الأمر كما لو أن السماء انطبقت على الأرض وغدا ستقوم القيامة. الانتصارات الحوثية أخذت زخما أكبر منها ودفعت ثمنا مهولا من عناصرها لقاء تلك الانتفاشة المؤقتة، والأيام ستؤكد لكم ذلك أو تنفيه. أنا مؤمن أن بعد هذه الهزيمة نصر كبير، تمسكوا يا شباب، نملك جيشا جمهوريا كبير لم يخوض المعركة بعد طيلة 10 أيام، مواجهات عدد القتلى من الجيش لا يتجاوز 10 جنود، انسحب الجيش ليحتفظ بقوته وينجو من الفخ، وكل الأخبار تؤكد أنه يرتب لمعركة واسعة يكون فيها المتحكم بزمامها والمبادر إليها ومن يختار توقيتها ومكانها. الجمهورية لن تموت، مأرب والجوف وشبوة أعمدة الجمهورية الصلبة في شرق البلاد وآخر ملاذات اليمن الكبير. إلى بشرى الحميدي، والتي كتبت منشورا على صفحتها في الفيسبوك تحدثت فيه عن أبطال الجيش الوطني قائلة إنه لا يجب أن يتسلل اليأس إلى قلوبهم. أبطالنا في جبهات القتال، كان النصر حليفكم أو لم يكن، نؤمن جيدا بأنكم براكين ثائرة خلقت لتصب على أوكار المعتدين، نؤمن بصدق جهادكم وثمرة عزكم وصمودكم الأسطوري على التباب والمتارس، كما نؤمن بأن قلوبكم جبارة ونفوسكم قد أقسمت على كتب القرآن أن لا لين ولا تراجع ولا خذلان، فأنتم أسود الحرب ولا تخشون المنون. صدقتم الله، فأرواحكم لم توهب لنيل سلطة ولا لكسب جاه، وإنما هي لله ثم للوطن.
لن تثنيكم الأقلام المأجورة ولا الألسن الحادة ولا وحوش الظلام تلك من تعمل جاهدة ليل نهار لشل عزيمتكم، متناسين بأنكم إعصار لا يهدأ يسحق كل دخيل وكل فرد عميل، وبأنكم وجه خير وفأل يزيح كل فلول الظلام. لا ضرر ستخرسها انتصاراتكم وستشل حركتها بطولاتكم التي تسطرونها في جبهات القتال، حينها سيدركون بأنهم كانوا أقزاما أمام عمالقة وهبوا حياتهم لله وللوطن، معتصمون بالله هو حسبهم ونعم المعين، مدركين بأن الظلم لن يبقى طوال السنين. أما عبد الكريم العفيري فقد كتب منشورا على صفحته في الفيسبوك تحدث فيه عن أن طريق مقاومة الانقلاب هو طريق لا رجعة فيه وأنه خيار لا بد منه. لو كنا مرتهنين لعواطفنا لاستسلمنا للميليشيا منذ سقوط عمران، ولو كانت لقلوبنا السيطرة على عقولنا لما تجرأنا على مقاومة الانقلاب منذ الوهلة الأولى حين كانت حلوله تحظى بدعم محلي وإقليمي ودولي، وكان له قبول في أوساط شعبية نكاية بهذا أو تشفي بذاك. واليوم بعد مرور 5 سنوات وقد خسر الكثير من تلك المعطيات وليس له حاضنة شعبية سوى ما ينال منها بالقمع والترهيب، حينما اخترنا طريق الدولة ورفضنا الانقلاب وسلكنا درب الحرية وأبينا الخنوع واستمسكنا بالثوابت وأعرضنا عما سواها، وكان انحيازنا لمنطق دولة النظام والقانون لا إلى منطق العصابات وقطاع الطرق، وانتصرنا لليمن لا للملال، وخرجنا من شعبنا ولم نلتفت لخذلان فئة واسعة منه لنا. كل هذا وذاك والانقلاب يلف حباله حول أعناقنا والميليشيا تحاصرنا من كل صوب، وكنا بين مطرقة بغيض حاقد وسندان متشف جاهل وعميل متستر بثوب الوطنية، ولكن لم تل لنا قناة أو تهل لنا عزيمة أو تخور لنا شكيمة أو تتزعزع لنا سكينة. أتظنون أننا سنحني رقابنا بعد أن تجاوزنا ما كان ضربا من ضروب مستحيل؟ لكم ولسواكم اسمعوها باقتضاب، لسنا الفريسة يوما ولن نكون فريسة لرهاناتكم الخاسرة ورهانات أشياعكم وملاليكم ومن يساندكم. هذا وكفى. إلى المحامي فيصل المجيدي والذي كتب تغريدة تحدث فيها عن قتل الحوثيين لكل من يخالفهم الرأي. لم يبقى أحد ممن خان الجمهورية وسعد الحوثي في طعنها إلا وستهينه الميليشيا وتكسر شرفه وتسحله في الشوارع ما لم يتب، وشواهد كثيرة عن بعض المشايخ في عمران وغيرها. يجب على من فعل ذلك أن يعود عن غيه أو يتحسس رأسه، فميليشيا إيران ممزوجة بالعنصرية ولا تقبل إلا بعبيد تحت أقدامها. الكاتب الصحفي وليد الراجحي كتب سلسلة تغريدات تحدث فيها عن تحرير الوطن من ميليشيا الكهنوت. المعارك كر وفر، وإن حدث انكسار في مكان تتقدم الجبهة في مكان آخر. الانكسار إن حدث لا يعني نهاية المعركة، معركتنا مستمرة حتى تحرير كل شبر من تراب الوطن. المعركة مع الإمامة ليست نزاعا على جغرافيا معينة أو منطقة، إنها معركة وجودية لا خيار لنا إلا النصر أو النصر أو النصر. ليست هناك قضية أعدل من أن تدافع عن بلدك وهويتك الوطنية، إنها معركة مقدسة، الموت في سبيلها شهادة والنصر لا خيار عنه. نمضي في هذه المعركة وكلنا ثقة بنصر الله، ونقول للإماميين كما قال خالد بن الوليد: والله لو كنتم في السحاب لأصعدنا الله إليك أو أمطركم إلينا لنحقق النصر. تحرير الوطن لا هودة فيه أو تراجع عنه قيد أنملة، على درب الشهداء الأبطال نحيا أو فيها لتضحياتهم نكمل الطريق الذي مضوا فيه لنحقق أهدافهم السامية أو نموت على ما ماتوا عليه. وكما أخلصنا في مواصلة النضال سيأتي من يواصل بعد رحيلنا. إن دماء الشهداء وتضحيات الأبطال لا يمكن أن تنبت فتحا مبينا يشفي صدور قوم مؤمنين، لنكون القدر لتحقيق النصر على هذه العصابات، ولا عزاء للمرجفين والمهترئة معنوياتهم الذين تخور قوائمهم عند هذه الفقاعات. أما سبأ العواضي فقد كتبت تغريدة تحدثت فيها عن الحوثي التي قالت عنه إنه خطر شامل سيستهدف الجميع.
واجب علينا أن نكون يدا واحدة، فالخطر الحوثي خطر شامل، واستراتيجيته الأساسية هي العمل على تقسيم المجتمع وفرزه سلاليا وطائفيا ومناطقيا. وعدته الأهم في ذلك هو ترويج الأفكار الطائفية والسلالية وترويج الخرافات والخزعبلات والفكر والثقافة الإمامية المتخلفة والمعادية للشعب ومصالحه. أما أحمد شبح فقد كتب تغريدة تحدث فيها عن الجيش الوطني الذي قال إن عن الجيش الوطني والحوثيين الذين قال عنهم إن رمال الجوف تلتهمهم. كتائب قاسم سليماني والحسين تدفن في جوف الجوف لا خوف على جوف، ففيها رجال يقهرون ميليشيا الحوثي ومشاريع الإمامة والملالي الإيرانية. على تراب الأرض يقف أبطال الجيش أوتادا كالجبال الراسخة، مسنودين بالقبائل وقيادات صادقة تتقدم الصفوف تحمل أكفانها بين أكفها فداء للوطن الغالي. أما رياض الغيلي فقد كتب تغريدة تحدث فيها عن الانتماء للوطن والجمهورية. كل انتماء غير الانتماء للوطن، وكل انتساب غير الانتساب للنظام الجمهوري، وكل ولاء دون الولاء لله والوطن موضوع تحت قدمي كل من يقف في صف الجمهورية ضد الاحتلال أيا كان مصدره وضد الميليشيا أيا كان هدفها، فهو أخي وصديقي ورفيق دربي، وكل من يقف في صف الميليشيا ولو بنصف كلمة فهو عدونا. إلى أحمد عثمان والذي كتب تغريدة تحدث فيها عن الدعاية الراخصة التي يتبناها الحوثي للوقيعة بين مكونات الشرعية. الدعاية الرخيصة التي يتبناها الحوثي للوقيعة بين قوى شرعية وتفكيكها تذاكي يحمل غباء مفرط ويعكس هلعا من وحدة الصف الجمهوري وتماسك قواه وراء الجيش والقيادة السياسية لتحقيق استعادة الدولة وإعادة الاعتبار للجمهورية. رصوا الصفوف يرحمكم الله. إلى وزير الإعلام معمر الإرياني والذي كتب سلسلة تغريدات تحدث فيها عن الحوثيين ونكفهم للعهود والمواثيق وكل الاتفاقات. تاريخ الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران منذ نشأتها حافل بالغدر والخيانة ونكث العهود والمواثيق، وهو ما يجعل الحديث عن بناء مسار للسلام معها ضربا من العبث والمستحيل، ويعطيها فرصة لامتصاص خسائرها وإعادة ترتيب صفوفها وحبك المؤامرات على الشعب اليمني ودول الجوار تنفيذا لأجندة طهران. غادر الحوثي بحلفائه وخصومه على حد سواء كما حدث مع قيادة المؤتمر في صنعاء قبل انتفاضة ديسمبر، وحتى قيادته لم تسلم من دمويته وتنكيله وإقصائه، ومنهم صالح حبرة الواجهة السياسية للميليشيا في الحروب الستة وحتى مؤتمر الحوار والذي بات مصيره الآن مجهول. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مشاهدينا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وحتى الملتقى أستودعكم الله.